السلام عليكم موسى، تبي عندي قلنا كي دايرين؟ بخير، اش كتعاودوا؟ لاباس عليكم هانيا. والصراحة غبرنا عليكم، ولكن راه الظروف هو المهم. اليوم ان شاء الله قلت بلاتي نديرو شي طليلة عليكم، ما نغبروش بزاف عاوتاني على القناة. راكم عارفين النهار كتغبري صافي، داكشي ديال المشاهدات اللي كاينين راه تيمشيو. ايوا ماشي مشكل، لي الظروف احكم كيف ما تيقولوها. ايوا المهم انا جاب لي اخويا تبارك الله واحد الميكا ديال القزبور، هانتوما كتشوفوا. هو قلت بلاتي نقادها، شحال من الربضة تبارك الله. المهم ميكا هانتوما شفتوها. ايوا صافي غادي نقادهم مزيان، نغسلو نديرو شي زيف حتى ينشف، وعاد غادي نقطعو عاوتاني ونديرو يبس. صراحة دابا نيت في الصيف غادي يبس ليا دغيا. المهم غادي نحاول نحيد هادو اللي خايبين. ايوا صافي هاد الاخرين اللي مزيانين نخليوهم. المهم هاكا اللي كندير القزبور، انا ما كنحيدش هادو، كاين اللي كيقطع ليه هادو كاملين، كيبقى غير هذا هاد الوريدات، ولكن انا كنخلي هادو كاملين، كنحيد ليهم غير التراب صافي. ايوا هذا مكان. والمهم تبعوا الفيديو حتى تشوفوا واش غنديروا هاد العشيه ان شاء الله. المهم من بعد ما نقيت القزبور هانتوما درت ليه الماء باش نغسلو، عرفتوا شحال ديال التراب فيه؟ واقيلا هاد القزبور ديال البلاد واقيلا، ولكن ما عرفت شي واحد عنده البير ولا شي حاجه وغرسو. المهم جابو في السوق، الله اعلم واش ديال البلاد ولا ماشي ديال البلاد، الله اعلم. المهم غادي نغسلو مزيان هاد الماء، راه ما غاديش نضيع هاد الماء باش غنغسل القزبور. غادي نديه نسقيو بها هاد الجريده اللي حدا الدار، دوك الوريدات حتى هما يتسقاو مساكن، ما فيهم الجفاف، عرفتو الجفاف. لا هاد العام تما زرت الله يستر، الله يحفظ بالسلامة يا ربي، غير يبقى لينا الماء ديال الروبيني. المهم غادي نحيدو في هاد الماء الأول ونشللو عاوتاني في هذا، ونديرو في واحد الزيف، نديرو في واحد الزيف حتى ينشف إن شاء الله. المهم جبت هاد الزيف وحطيتو فوق الطبق ولا تيسويت، إوا صافي نحطو هنايا حتى ينشف ليا باش ما يخسرش ليا، حيت دابا الصيف دغيا غيخسر الا ما حليتو مزيان. هاد الورقه كحله وغنغطيه حتى ينشف مزيان. ايوا ونخليوه. المهم دابا ان شاء الله غادي نقي هاد التومه حتى هي، نشارك معكم النهار ديالي وصافي. ما يمكنش يدوز الصيف بلا ما نقادو التومه، راه باقي عندي ديال العام اللي فات، والله الا باقي عندي، ولكن العام اللي فات عرفتو شحال يبست، راه شي 3 كيلو واقيلا، 3 كيلو ولا 4. ايوا هاد العام جبت غير كيلو، مازال غنزيد واحد جوج كيلو الله اعلم باش يكفى ليا عاوتاني العام كامل باش تبقى عندي. كنقي التوما يا عماد. المهم غادي نقيها قطعه هكا كامله. غادي تعاون اي ناسي المهم اخوتي. من بعد ما نقيتها شي نقيتو شي خليتو هكا، حيتاش الاغلبيه ديال الناس الكومونتيرات لقيتهم في اليوتيوب قالوا لي ما تنقيهاش، ما تحيديش ليها هادي. ايوا صافي خليتها بسم الله. قلتلكم راه نقيت النص وخليت النص هكا. المهم راه حيدت ليها الغبره مزيان، مسحتها مزيان، حيتاش بزاف ديال الناس قالوا لي ما تغسليهاش، حيدي لي هذيك
القشور ديال هادي الفوقاني وهذا الداخل خليه صافي خليته هانتوما صافي خليته هكا غنجربو هذا بابا واش غتطحن ليا ولا لا. المهم هانتوما راه طحنات صراحة مزيان واخا فيها هذيك الجلوف ديالها. المهم هانتوما كتشوفوا صافي غادي نديها دابا تيبس نديرها في الشمس باش تيبس ايوا صافي ملي تيبس ان شاء الله ونطحنوها يا ربي. نديرو الحريرة ديال اللفت صراحة تشهيتها قلت بلاتي ما حد كاينين هاد الفيتات غادي نديرها ونشارك مع المتتبعين ديالنا هاد العشية ديالنا اش غندير فيها وصافي. المهم ما بغيتش نغبر على القناة بزاف وقلت ماشي مشكل واخا شي فيديو قصير ولا هكا اللهم ما نغبروش وصافي هادشي اللي كاين ايوا هذا ما كان. المهم غادي نقي هاد اللفت المهم اللي فيها اللي مزيانين راه غادي نديرهم اللي ما مزيانين راه البهايم كاينين بحال هاد النيت فيها خاصرة نقطعها ونعطيوها للبقرة تاكلها ايوا. المهم هادشي اللي زوين في البلاد هكا فاش كتكون البقرة هادو ديال هادو الجلوفة ديال الخضرة مثلا الخبز اليابس ولا شي ماكلة شاطة هكا ما صالحاش صافي تكال خلاص ما كتوكليها للبهايم ما كتلوحيهاش ماشي بحال المدينة كدوزي على شي بلايص كتلقاي فيهم الماكلة الخبز ياودي الله يسمح لك الله يسمح للناس وصافي هادشي اللي كاين بحال المدينة ما عندهم ما يديروا حيتاش ما عندهم هما البهايم ولكن حنايا حتى حاجه ما كتخسر مثلا دابا هاد الجلوفه ديال الخضره راه كنعطيوها من البقره تاكلهم هي ايوا هذا ما كان مثلا الخبز الا شاط لينا الخبز حتى يولي يابس حتى هو راه كندقوه وكنعطيوه للنعجه حيتاش البقره ممكن ينفخها يقتلها. المهم اليابس الخبز اليابس هكا كنجمعو حتى يقرب ماء العيد صافي كتنعلفو به الحلي ديال العيد هو وشويه ديال الشعير ايوا هذا ما كان وتيجي اللحم ديالو صراحه زوين حيتاش ما واكل داك السيكالي ما اكل حتى حاجه واكل حتى هو صحي ايوا هذا ما كان. المهم غادي نقي هاد اللفتات هاد اللفتات ونرجع. المهم الخوت دوك اللفت راه هادشي اللي صالح فيها صالحه هادي وهاد الصغيورات صافي هادو اللي صالحين هادو شوفوا شحال خاسر وماشي مشكل ما خاسرينش ايوا صافي غنقطعو نتا هما. ايوا كما كتشوفوا هنايا صافي وجدت اللفت غسلت بغيت نغسل البلبوله ديال الشعير باش نصايبو شويه ديال الحريره صراحه توحشناها شحال هادي ما درناهاش ما قلت اليوم حتى غنديرها غنشاركها مع المتتبعين ديالنا ايوا هذا مكان. المهم كنهضر بشويه حيت ساعدي ناسات ايوا ما بغيتش نبرز ضاب خليت المونتاج حتى الليل ايوا هذا مكان. المهم انتم شفتوا وصلت داك البلبوله ديال الشعير انا درت شويه ديال البزار شويه ديال دوك ايسوفير ديال داك ايسوفير خضرين وشويه ديال الشحمه واللفت ايوا صافي غادي ندير هادو حتى يطيبوا ليا الشعير واللفت وعاد غادي ندور على الحريره ديالي بشويه ديال الدقيق انا درت الملحه. المهم بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله الله يعاون.